هي مبادرة ابدأ هي مبادرة مهمة جدا، يعني الهدف منها هو هدف نبيل وهدف مهم جدا خاصة في هذا التوقيت. يمكن احنا بعد جائحة كورونا تحديدا أدركنا أهمية أن لازم يكون مصر في عندها يمكن ظهير صناعي قوي جدا، لأن احنا كان عندنا كمان تجربة سابقة في الصناعة المصرية قوية جدا. مظبوط. مبادرة ابدأ، عايز أسأل حضرتك مبدئيا عن العوامل اللي تم يعني أخذها في الاعتبار عشان نقدر أن احنا نرتقي ونطور الصناعة المصرية. طيب خلينا نبتدي ده طبعا في الأول ونقول أن مبادرة ابدأ بدايتها كانت مع تكليف السيد رئيس الجمهورية لينا يوم 26 إبريل عام 2022 في حفل إفطار الأسرة المصرية. كان التكليف أن لازم نبقى عندنا مبادرة متكاملة اقتصاديا يتم ربطها بمبادرة حياة كريمة، ومن خلالها كمان يتم تعزيز العنصر البشري ونتعامل على تطوير العامل البشري حتى نضمن ضمان مبادرة حياة كريمة اقتصاديا تبقى شغالة بشكل أفضل. فمن أول يوم ابتدينا طبعا حاولنا أن احنا نعزز دور القطاع الخاص معانا، ابتدى يخش معانا بشكل كبير جدا خلال معظم اللقاءات اللي احنا عملناها وخلال معظم الاجتماعات اللي عملناها بشكل قوي. ومن أول يوم ابتدينا أن احنا نشتغل بثلاث طرق مختلفة. أول حاجة ابتدينا أن احنا نعمل قاعدة بيانات موسعة لينا، تبتدي أن احنا نشوف إيه هي القطاعات الصناعية اللي موجودة على مستوى الجمهورية، ونبتدي نشوف كل المجالات الاقتصادية اللي احنا الخاصة بالصناعة سواء محليا أو عالميا. وابتدينا بشكل قوي جدا ان احنا ننزل المحافظات ونشوف اماكن الوفره في كل محافظه وايه هي مواد الخام المتواجده في كل محافظه اللي هي ممكن هتفيدنا بشكل كبير الفتره الاخيره. وده كان بسبب ان احنا كان عندنا نقص في قاعده البيانات، احنا كان بقالنا فتره كبيره جدا ما عندناش قاعده بيانات محدثه عن الصناعه الموجوده عندنا في مصر. بعد كده ابتدينا ان احنا نعمل لقاءات عمل موسعه مع كبار رجال الاعمال وكبار المصنعين، نشوف ايه هي المشاكل اللي بتقابلهم، نشوف ازاي ان احنا نقدر نساعدهم، وابتدى يبقى عندنا شبه خطه كامله ازاي نبتدي نتحرك الفتره اللي جايه، وفي نفس الوقت برضو بالتنسيق مع جهات الدوله الحكوميه وجهات الدوله المعنيه الخاصه بالصناعه، زي طبعا مجلس الوزراء وهيئه التنميه الصناعيه واتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات. فبقى عندنا خطه كامله نبتدي ازاي ان احنا هنبتدي نتحرك في السوق المصري. وده طبعا بسبب ان احنا لقينا ان ده الظرف المناسب ان احنا نحاول ان احنا نبتدي دلوقتي، نظرا ان في عندنا دلوقتي يعني عندنا وفره في جزء كبير جدا من الطاقه كان مش متواجد عندنا لسنوات وعقود قبل كده ما كانتش متواجده. من 2016 حتى الان احنا عندنا تطور كبير جدا في مجال الطاقه، في مجال البنيه التحتيه، احنا عندنا دلوقتي شبكه طرق وكباري كبيره جدا بتغطي مستوى الجمهوريه، فاعطت لينا بشكل قوي جدا لا هي دي الفرصه المناسبه ان احنا نبتدي المبادره في الوقت ده ونبتدي بشكل قوي جدا.